صباح الشوق عندنا مع الصباح الضو جمجهد بزاف اكثر من القانون ديالو، والناس تترزل في شغلها وترزل المسائل ديالها كلشي اللي تحرك كلشي اللي مشى ما شاء الله وصافي. انا دابا مشى ليا ريسيبتور، مشى ليا هذا ديال الويفي والتلفازه. مريض والله الا شهر دابا من نهار اللي عيد هو طيح ناعس، انتهى المشكل الثاني ديالو. هو مريض الله يلاه المشكل ديال هاد الضو جا تكب على عباد الله بالجهد، ما كاينش الركلاج ما كيراقبوش ما والو، راكم شفتوا الحال راه هي. الدراري الصغار تبقاو تيلعبوا تما وخطر عليهم هذاك الشيء بزاف، عينا ما عيطوا الناس ديال الرضا وتنخلصوا الواجب، المشكل هو تنخلصوا الواجب ماشي ما تنخلصوا الواجب ديال الضو، ولكن حنا محنين بزاف هذه المساله هذه. المشكل ديال الضو عندنا حنا شحال من خطر كنلقاو الدراري كيلعبوا تما وبزاف ديال الحوايج ما لوسخ هانترك شي حاجه كنخز هنايا. دارما لا اله الا محمد رسول الله، وكنطلبوا ربي ومن جلاله الملك يشوف هذا الشيء هذا، وانتم الله يرحم لكم الوالدين. السلام عليكم. شوف العافيه شعلتها الخيوط ني فيها شوف من ديك الخيوط صباح راه كتبغي تشعل فينا العافيه من هذيك الحاله بالضبط.